الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن فعاليات هذا السباق المحلي الثالث في يومه الثاني في هذا اليوم الخميس 10 من شهر أكتوبر لعام 2019 الموافق 11 من شهر صفر لعام 1441 للهجرة. اليوم خاص بسن الحقائق لهجن أبناء القبائل، وهكذا ينطلق مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم هذا الشوط الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي ضمن برنامجنا الصباحي لهذا اليوم المقرر من قبل اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وهي عبارة عن 25 شوط، هذا هو أولها، بينما الفترة المسائية ستشهد انطلاقة أشواط رئيسية وجوائز عينية سيارات رصدت للعشرة الأشواط الأولى من مساء هذه الليلة. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لكل المشاركين، حيث تنطلق هذه السباقات بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. نتجه أيها الأعزاء إلى مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتسيطر عليه. المقدمة مباشرة الصمود على المركز الأول لصالح بن حمد القمرة، دور المركز الثاني تصل أوزان لعلي بن حمد بن عبد الله بن شعيل على المركز الثالث، تليها على المركز الرابع وحيشة عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ آل حفيظ. ننتقل إلى المركز الخامس ومن تتقدم الهدى على المركز الخامس لراشد بن حمد بن راشد آل عوير على المركز الخامس، وتليها على المركز الرابع بكرة بن عوير المريزيق. المركز الخامس وصلت مشكورة لمحمد بن راشد بن علي آل فهيدة. هذا هو نداءنا الأول أعزائي المتابعين أيها الحفل الكريم عبر قناة الريان الفضائية وعبر أثيرها، نرحب بالمستمعين والمشاهدين. العودة إلى المقدمة، الله يا الصمود، تصمد الصمود لصالح بن حمد القمرة بقيادة محمد بن حمد آل وهيبي، بينما دور المركز الثاني أوزان بن شعيل. أوزان والصمود في معركة الشوط الأول في فترتنا الصباحية، أوزان والصمود تصل في هذه اللحظات الهدى المنهدة على المركز الثالث راشد بن حمد آل عوير المريزيق مع المركز الثالث. المركز الرابع الانطلاق فيه من قبل وحيشة عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ، بينما المركز الخامس تتحرك وتتقدم مشكورة لمحمد بن راشد بن علي آل فهيدي، العودة إلى شعار بن شعيل اللي خطف المقدمة. أوزان في هذا الشوط اللي وزنه ثقيل في هذا الميدان ذو الوزن الثقيل، أوزان بن شعيل تنطلق والعصا قوس، الله يا أوزان، أوزان أوزان بن شعيل، من أشعلت هذا الشوط؟ من ألهبت هذا الشوط بهذا الانطلاق بهذا التقدم؟ أوزان وصلت الهدى، تحركت الهدى على المركز الثاني وتحركت أيضا مشكورة على المركز الثالث لمحمد بن راشد آل فهيدة، بينما الهدى لراشد بن حمد آل عوير، وأيضا أول نداء لمعز لعبد الله بن حمد بن جابر آل بريدي. يا سلام يا سلام، ولكن المقدمة مع أوزان تختطف هذا الشوط الأول الرئيسي. أوزان بن شعيل، أوزان بن عبد الله بن شعيل مع المركز الأول، المركز الثاني معزة تحركت معزة، أوزان ومعزة شوط الأول الرئيسي. أوزان معزة تضغط في هذه اللحظات، تحركت معزة البريدي، أوزان بن شعيل الشوط الرئيسي، الشوط الحساس، الله
الله يا سلام يا سلام. الشوط الرئيسي للإنتاج مع ابن شعيل، مع ابن شعيل هو أقوى المنتجين اليوم. تحرك البريدي، تحاول معزة البريدي، معزة عبد الله بن حمد بن جابر البريد، ولكن أوزان تنتزع الشوط الرئيسي للإنتاج. سلام يا ابن شعيل، سلام سلام لعلي بن حمد بن عبد الله بن شعيل. الشوط الرئيسي للإنتاج سجلوه باسم أوزان مع أوزان. سلام يا أوزان، سلام، تهانينا والناموس لمالك أوزان علي بن حمد بن عبد الله بن شعيل. المركز الثاني معزة لعبد الله بن حمد بن جابر البريد. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت الهدة لراشد بن حمد بن راشد العوير المريزيق. المركز الخامس أو الرابع، المركز الرابع ند لعلي بن صالح بن سالم القوز. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه العزوم لسالم بن محمد بن حران الفهيدة. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم لشوطنا الأول الرئيسي للإنتاج البكار. هذا الشوط شارك فيه 39 بكرة حضرت وتواجدت في شوط الإنتاج لناموسه غير، ولكن أوزان هي من خطفت أضواء وصدارة أشواطنا في الفترة الصباحية. تهانينا لمالك أوزان علي بن حمد بن عبد الله بن شعيل. هذا هو ملخص شوط الإنتاج، الشوط الأول الرئيسي للإنتاج البكار. تهانينا يا بن شعيل وأسعد الله صباحك بكل خير. 4 دقائق هو التوقيت الزمني، 26 ثانية، 32 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك أوزان علي بن حمد بن عبد الله بن شعيل. المركز الثالث وصلت معزة، قطعت المسافة في 4 دقائق، 27 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لمالك معزة عبد الله بن حمد بن جابر آل بريد. بينما المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه الهدة، قطعت المسافة في 4 دقائق، 29 ثانية، 45 جزء من الثانية. التهاني والناموس لراشد بن حمد بن راشد آل عوير آل مريزيق. تهانينا والناموس لكل